ربنا كان رايد حاج حسن ان سيباها يعيش عشان يحاسبكم على الذنب اللي عملتوه فيها في حياتكم قبل ما ماتكم. الحمد لله عنديش غير ذنب واحد ندمت عليه وتبت الى الله. تبت الى الله؟ تبت الى الله يا حاج حسن؟ ده انت حاجة بيت ربنا وعارف ان ربنا بيغفر اي حاجة الا حق العباد. وانا كان امي لسه حقها ما رجعش. وانت عايز حق امك تاخده من ربنا تاني ليه؟ ما ربنا رضاها ورزقها بواحد واتجوزته، وانت كمان عشت معاه عيشة ما تحلمش بيها. ده احنا عملنا فيك جميلة يا راجل. جميلة؟ كتر خيرك. انت بتقول كده علشان ما شفتش ايه اللي حصل لها بسبب ظلمك انت والحاج حسن ليها. انت جنبك المسدس ليه؟ عايده لو سمحتي خليكي في حالك. يا سيدي لو سمحتي يا عايده سيبيني في حالي لو سمحتي. وهجان عصب. رحنا بيها لكل الدكاتره. للاسف ما حدش كان عارف يعالجها. كانوا بيربطوها في السرير عشان ما تاذيش نفسها ولا تاذيني. انا كنت بشوفها وكان قلبي بيتقطع عليها، ما كنتش عارف اعمل لها ايه. كل ده شايفه عادي. انا امي ماتت بسببكم، بسببكم انتوا الاثنين. لما انت مكتوب اسم عبد الحميد عرفت ده ازاي وامتى؟ بعد امي ما ماتت بكام سنه ابويا اللي رباني قرر يحكي لي كل حاجه. خاف، خاف يقابل ربنا وهو مخبي عليا السر ده. ومن ساعتها وانا واخد عهد على نفسي اني لا ارتاح ولا هيجري نوم غير لما اشوف نظره الحزن والحسره في عينيكم زي ما انا شايفها دلوقتي كده. والناس اللي راحت في الرجلين دول ذنبهم ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انا ما اذيتش حد. انتوا السبب. انتوا اللي اذيتوا امي. انتوا اللي كنتوا سبب في كل ده. اما انا كنت واقف بتفرج عليكم. كنت مستمتع وانا شايفكم بتاكلوا في بعض قدام عينيا. كنت مستمتع. هو عين ربنا. ياسين 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 من اللي اذوها وكانوا سبب في موتها. حسبي يا عايده ما عملتش حاجه. ياسين كل ده ما عملتش حاجه. ياسين ما عملتش حاجه. ياسين كنت عايز تقتل مراتي يا حيوان. ياسين لا كنت عايز تقتل مراتي. ياسين